نعم، معكم ضيفة من ولاية تلمسان. نبارك لبلدية الجزائر الوسطى بهذه التظاهرة التي تهدف إلى تحسين الصورة، إلى تحسين الصورة البيئية، وأيضا تهدف إلى نظافة المحيط، وكذلك تضامنا مع أطفال غزة. ونتمنى أن تكون مظاهرات أخرى إن شاء الله في القارب العاجل. كي دارنا يوم بلا سيارات، دوك حاطت لختي واسمو ترسام، شفنا مهرج ولعبنا شغل نحطوا الحيوانات وحده تاكل الاخرى، وزندنا شفنا المهرج غنينا. بمناسبة هذه العطلة نظمنا نحن كبلدية الجزائر الوسطى تظاهرة يوم بدون السيارات، حيث هذه التظاهرة شهدت كالعادة عدة نشاطات ثقافية تربوية فنية ومختلف الورشات المتنوعة، والهدف من هذه التظاهرة هو إحياء النشاط الثقافي في العاصمة وضرورة تحسيس المواطن بضرورة المحافظة على المحيط ونظافة البيئة.